waswas dadka waswasinaya waana khanaas oo isqarinaya oo nabaya markuu qofkii Ilaahay xusay subhanahu wa ta'ala laakiin chaanis buu ka helay haduu ku arko adoo qaflo ku jira رسول كني منا يا مولا كني مكو كدشو مدينة نواه وهجروذي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبرنامج كني تلمامة دينتها وكل مدى ينكو الرميني من يرضى يو قلو عقلا دينهان يو يأخلاقهان محاكينا dawr qodob baan ku soo sheegnay tiitan ka horeysay qodobada keenay waxa kamid ah sheydaanka rutina iyo qalaacsamaan iyo ibn aadamku guud ahaanba waxa keenay sheydaanku qayb ka yahay ninka ibliis la yiraa ilaahi subhanahu wa ta'ala wa ka warramay qala fabima aghwaytani ila aqudanna lahum siradaka almustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين إلهي بو هرتي سكد عرنا يا سبحانه وتعالى مركز سوح لي هي كل هدي علمي وإلهه أدل مسي ابن آدم كوح نوفر يسون دونا تيد كاك توصل بدك تيجي بدك حدا يحق هري حق ضمان قيمان دونا هري ميسين بدن كود قار أديك كعاب بدأ أو كوم هنقة marka waa inaan ku talagalay inuu ogaana ninka ibliis la yiraahdo wuxuu ku talagalay inuu lumiyo ibn aadamkana uu waswaasinaya sidii uu nabi aadam (alayhi salaam) iyo xawaa (alayha salaam) uu jannada uga soo saaray uu waswaasiyay uu xumaantana uu qalbigooda ugu tuuray uu ku dhiiri galiyay ilaahay wuxuu u diiday inay sameeyaan marka waalidow dhalinyaroy waa in la ogaadaa waxyaabaha ibn aadamka inxiraafka ku keena waxaa ka mid ah ibliis shaydaanku شيطان كمركن كور رمي نو دين تينا نو شكتي ما هو حق لجين وانتو بارا وصو صار كرا وودو لي لأن وقتي غيبية سيدو كلو حن درمة كلو ما عامل كرنا وحواس تين يكتشوا بيان ماها شيطان كو وعالم الغيب كتر سيني هاي وحي قرآن كو الشيغي السنة نبي الشيغي عليه الصلاة والسلام إمينو كامنين وحانو إلهي الشيغي سبحانه وتعالى إنو ابن آدم كا كل ما يهي مر والبن أوت هاجي إنه ابن آدم كلميه إنه ابن آدم كا وقيضنا لهم قرناء فسينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يوحى شيء سبحانه وتعالى إن لكل ما نيجي ابن آدم كا ضد هليا مخلوقات هليا وشين كلوش إذا بالتحديد شياطين تا أو قرحين يا حمانتا حمانتا وقرحين يا مركا شيطان كا إبليس يكو حديثة ابن آدم كا وحقو تاقين اللوميان كركار كانوا يداريان ماركا وين نوغانا هدينو الهي والد يردن يربا شلاطين تاسي وحي صوابا يان قفك أخلاقهان يدين هان بينو انحرافو وقلع وقلع ماركا وإن لو طوق هيا لغونا ترقلا وحي دين تو ايتري كيالا وآي كم يتهي الاستعاذة إن الله إلا ما قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن قفكم شيطان كسك النار مركو خاطرة شيطان يقفكم مسكح يسوق صوته لا مقلب يجي يسوق صوته إنه شيطان كسك سك النار سيدوا كله إنه قفكم توبة كاره سيدوا كله والدم بدا في الله ودسي شوكتا استغفارته وبديه سيدوا كله حسك إلهي مرة ما أنو تشوتين لأنه هو وسواس الخناس وسواس تدك هو وسواسيني وأنا خناس هو سقرنا يا نبايا ماركو قف يقول هاي حصي سبحانه وتعالى لكن كان اسمه كاهل يا دوكو أرقى دوكو فلك كتيرة ماركو وين عروتين يدنا يردنا برنا إن إله هي كوح من هذا سبحانه وتعالى وحس كيس أي شوك تيان سأو جبت بعدين حضوا سيد عروت الله ويل علين كلا أمر دنيا سيد الله ويل علين كلا ما قف كبنا دنكو بس سيد علين كلا بحويا انحراف كا خلق جا يديني كو حلانا هاي والد كان الله ضينا عرضوا على غير على سير سوشي غني مشاكيشة قرية كتيرتة مشاكيشة قرية كتيرتة وإن لقى إلى عليها ولا قد دورة ومشاكيشة حتى هذه ولا بدو ولا تحت الله إن أسكو خوابان أو رأي طلابين عروتي لن يردي عن طلابين لبا وإن لن يرد وقت لصية رجع دور بقى والده وينه دقتا إن كاجا لن يرد إن انتظر لن يرد هذا وقت لقى دم ويدو عيد كلا وقت لقى ضنيا عيد كله أو الدين يا الدنيا منا وحوك بيرين هين أي وقت لقى هذا نيان المها جمرك ذو وقت السين ويدو حد كدونيس قدر كصدحات
وأين شقوي لودرة وأين مشقولية وأين أقول لكم مشقولية وأين وحي سوق أبتان أو يحكوك رسانيان توابر لقلية جميع صدى الله إلى هذا قول قوائيها كتيرة فرصة لوسية إني قيب كنقضة قضب كأفراد والد كوحي لان لهي لو قضب كفقو مارك الله ما عمل يسو عروت هذا لن يرادة قارهان كل كولين تبدن هلا قف قاعد سين صار شيء نريد بدن بيلا هذا هاي سيدوك كله أذا كان تبدن يقلق لفسنا تبدنا الله بهنا الدلال المفرط الله بهنا القصوى المفرط أنا الله بهنا قلف سنا أنت يو كل كولين تأ وحول الحياة له بهي قطب كشنات الماء مركو دليل سو قارو وحول بهي عاطفة ديسة إلى بحيو شخصية ديسة إلى هانتو سين كل ما هربوا خشيني waxaan u baahanahay waalidu adaad buuxin weydo inaad ogaato cid kale buuxinaysa qodobka ugu muhiimsan waxa weeyaan yar yar iyo waweynba inaynu xoojino jaanibkeena iimaaniga dhalinyaradu si ay ugu badbaadaan qalooca diiniga iyo akhlaaqiga waxa muhiim ah in la kobciyo jaanibkooda iimaaniga ah alla ku xidhashada kor loo qaado dadaal badan lagu bixiyo si uu noqon lahaayeen dad Ilaahay ku xiran subhanahu wa ta'ala oo Ilaahay jecel oo diinta jecel oo Ilaahay baraya oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala badbaadinayo cid wax badbaadisa waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka hadii doonayno in carruurtu ay noo badbaadaan waa inuu Ilaahay ku xidhnaa markaas uu ilmuhu noqonaya ilmo dantiisi ama inkii dhalinyarada ama inantii dhalinyarada ahayd ay danteeda garan kartaa waajibka kaga aadan nolosha ay garan kartaa waajibka kaga aadan waalidka uu garan karaa taas waa ilaalintii qodob kale muhiim ah jira hadii ilmihi qalloocu qolo si loo daweynayo ugu horeyn waalido waxaan leenahay marka aad arto qallooc ilmaha galay akhlaaq ahaan ama diin ahaan habuuqin ha qeylin waxa loo baahan yahay adkaysi imtixaanka ka mid wuxuu u baahan yahay ilmahan lala macaamilo haddaad sii durkiso waxay sababaysaa inuu ka sii daro oo cid ka daran mushkilad meeshii taagan yahay meel ka daran uu sii istaago cid ka daran cidduna joogeyna uu gacanta u sii galo marka waxa leena waalidow hadaa aragtay ilmihii qolac ku jiro ha fogeyn deganaashaa laga rabaa yaadkiis ilmihii in la hanta loo baahan yahay inaan iyananba qodobka labaad way loo duceeyaa ilmaha waalidow ducada ugu waalidka ilmahaaga u ducee dhalinyaro waaweyn yar yar inta yihiinba way loo duceeyaa carruurta dad hidaayada ilaahay baa subhanahu wa ta'ala ilmaha dad doonayso inuu qallooc ku jiro oo ka soo noqdo ha habaarin habaar waxba kuma daweysmaan wax ku hagaagaan ilaahay loo bariyo tabaaraka wa ta'ala ilaahay u bariyo carruurtiina hanuunka ilaahay baa haya ilaahay wax walba gacanta ku haya tabaaraka wa ta'ala ilaahayna subhanahu wa ta'ala ducada waalidka waa aqbalaa hooyo aabo ogow ilmaha marka uu duceyso wax kasto ugu duceyso ilaahay uu ka aqbalay subhanahu wa ta'ala والدعاء هو مستجابة قضبك صدحات المهم مركز الأركان وقال لعكو تشرو حبوبة هي هي عقابك هابون قالت كاو السمي عقابك هابون ما هم يتكوين يمت خير واللي هو مركز عقابتها يو وحوية وحا أمدين لما رينا يو وإنا نقطها وحا لغو تلقل اللي قد دوية ماها أرقوس ويقع عريسية ماها وحا لغو بها وحا لغو دوين يوية qodob ka afraad waynu garanaa xanuunkan iyo qaloocan ilmo xaq ku soo galay masaxibadiiba ma faraaq ba waswasatu shaytaan ba ma dad aan wanaagsanayn ayuu tusaale ka dhigtay baraha bulshada kala xidhiidha insha allah waxaan ku sheegi doonaa xalqaad ka soo socda biidnillaahi ta'ala qalooca arruteena qaar kood gala ee waliba ku saabsan لنا عدين تجارهان لنا فكرية إن المهي ونقضوا المو أفكار قالا أميسا أما الحاد هنقطة أما علمانية أما أفكار كلبا أفكار شيطانية هنقطة هي محاكينا هي صوابها كينا بإذن الله تعالى كل ما دصوص عدنا كفا فهين دونا سيدا أيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول كني منا يا مولا كني رسول كني منا يا مولا كني مكو كدشو مدينة نواه وجرودي
واو اسبوع كيسو في عايز احيان ما تكيش سمع ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها 10 بعد كوش بنكرتها 10 يتون بعد كوش بنكرتها لبعد 10 بعد كوش بنكرتها